الحوثيون يرفضون قراري تشكيل هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وآلية عملها. ميناء الحاويات بعدن يدشن الخط الملاحي الدولي الجديد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام وإلى التفاصيل. أعلنت جماعة الحوثيين رفضها القرارين الرئاسيين اللذين أصدرهما الرئيس عبد الرب منصور هادي بخصوص تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وآلية عملها. وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام في بيان نشره موقع تابع للجماعة إن مواد القرارين الرئاسيين جاءت مخالفة لما تم التوافق عليه في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واجتماعات هيئة رئاسة مؤتمر الوطني، وأن أي قرارات أو مواد تأتي خارجة عن إطار مخرجات مؤتمر الحوار المتوافق عليها ومبدأ التوافق تعتبر فاقدة للشرعية حد وصفه. ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن نتائج دراستها لبروتوكول انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، كما أقر المجلس تشكيل لجنة للنزول الميداني إلى مديريات محافظة إب لتقصي ما يحدث في المحافظة من اختلالات أمنية ومظاهر مسلحة حدثت عقب زيارة وزير الداخلية للمحافظة. كما ناقش المجلس أيضا ظاهرة الاعتداء على أعضاء في البرلمان من قبل بعض أفراد النقاط الأمنية ومنع مرور مرافقيهم بأسلحتهم منها. قال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء اليمنية إن خسائر القطاع جراء اعتداءات المسلحين على أبراج الكهرباء منذ بداية العام الجاري بلغت نحو 242 مليون دولار. وأضاف المسؤول إن خطوط الكهرباء تعرضت لنحو 22 اعتداء منذ بداية العام 2014. دشن ميناء الحاويات بعدن الخط الملاحي الدولي الجديد لحاويات ترانزيت إيفرجرين بوصول أول باخرة عملاقة منذ 3 سنوات تحمل 8000 حاوية. سيتم إفراغ 150 حاوية منها فقط والباقية في موانئ الدول المجاورة. وأوضح نائب مدير عام شركة الحديدة الملاحية الوطنية القبطان بحري علي أحمد أن التدشين يعد خطوة اقتصادية نوعية على طريق تحديث الميناء في مجال حاويات ترانزيت. الجدير بالذكر إن السفينة الواصلة تعد رابع سفينة من حيث المواصفات الملاحية الدولية وتحتل المرتبة الرابعة عالميا. أكد اجتماع موسع للجنة الرئاسية المكلفة بحل قضايا ومشاكل الأراضي بمحافظة الحديدة والهيئة العليا لمكافحة الفساد وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة على أن اللجنة ستعمل على حل المشاكل التي تواجه أراضي المطار ومنها مشكلة التعويضات. كذلك سترفع كشفا بأسماء المواطنين المستحقين للتعويضات إلى الجهات المختصة. وفي الاجتماع أكدت نائب رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد الدكتورة ابتهاج الكمال التزام وزارة الدفاع بإخراج الوحدات العسكرية من حرم المطار وكذا إخراج الجنود الذين قاموا بالبناء في أراضي المطار. من جانبه كذلك أشار رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بحل قضايا الأراضي بمحافظة الحديدة القاضي يحيى الإرياني أن اللجنة ستعمل على حل المشاكل التي تواجه أراضي المطار ومنها مشكلة التعويضات، وسترفع كشفا بأسماء المواطنين المستحقين للتعويضات إلى الجهات المختصة. دشنت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة اليوم بصنعاء فعاليات الدورة التدريبية الأولى للشباب ضمن مشروع التناظر الشبابي لمكافحة الفساد. الدورة تستمر 3 أيام ويشارك فيها 25 شابا وشابة وتهدف إلى بناء قدرات المشاركين وتعزيز مهاراتهم التناظرية وتدريبهم على مهارات العرض والتقديم ومفاهيم المناظرات وأساليبها العلمية الحديثة.
مشروع التناظر الشبابي لمكافحة الفساد الذي يهدف إلى هدفين أساسيين. الأول وهو إنشاء نادي خاص بالمناظرات، سوف يكون قيادته وأعضاؤه كاملة من الشباب ما بين عمر 15 و30 عاما. والهدف الثاني وهو تعزيز ثقافة التناظر والمناظرات في المجتمع، واستهدفنا فئة الشباب لأنهم يعتبرون نواة المجتمع وأكبر فئة موجودة الآن في الشعب العربي واليمني هي فئة الشباب. فهذا الدورة التدريبية تستهدف 25 شابا وشابة لإكسابهم المهارات المطلوبة لتقديم أفكارهم بصورة أفضل من خلال أسس علمية وهي المناظرات وفق منهج كارل بوبر، الذي سوف يتمحور حوله مهارة العرض والاتصال، وسيتمحور حوله تقديم الحجج والدحوض، وسوف يتمحور حوله كيف أنهم يستطيعوا إيصال صوتهم ورأيهم بصورة علمية وعلى أسس حقائق إلى دائرة التأثير وصنع القرار. مرحبا بكم من جديد. تحت شعار أعطني وطنا لا ميتم، أقامت الإدارة العامة لدارة رعاية وتأهيل الأيتام اليوم بصنعاء الحفل السنوي العاشر والمخيم الشبابي الكشفي الأول للدار. وأكدت مديرة عام الدار أحلام العرشي على ضرورة المساهمة والدعم من قبل رجال الخير والجهات الرسمية لأيتام الدار، وقالت إن مسألة رعاية الأيتام تتجاوز المفهوم الشرعي والإنساني إلى مجالات التنمية، مشيرة إلى أن الحضارات لا تبنى من حجر بل من شعور وحب وإحساس إنساني بكل المنتمين إليها. بحضور ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة، دشنت شبكة نماء اليوم بصنعاء الملتقى التدريبي الرابع للمنظمات الأهلية. ويهدف الملتقى إلى تأهيل 1100 عامل في المنظمات الأهلية العاملة في المجال التنموي بغرض رفع مستوى الأداء الإداري والبناء المؤسسي في عدد 324 منظمة. تنشط في المحافظات الستة المستهدفة. وفي حفل التدشين دعا مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بالأمانة مجيب الفاتش المنظمات الأهلية التوجه إلى التخصص في أنشطتها وتحويل عطائها الإعاني إلى العطائي إلى تنموي، يتواكب مع مساعي التحديث المؤسسي الدعم للتنمية المستدامة في الوطن. نأمل أن ننقل هذه المنظمات من شعار التغذية إلى شعار التنمية، العمل لتحقيق تنمية، هذا الذي نأمله من هذا الملتقى، ثم أيضا إيجاد شراكة مستمرة وتكامل في كل هذه المنظمات التي تعمل في الميدان. الملتقى يستهدف 10 برامج تدريبية تبتدئ بالهوية والحوكمة، مرورا بالتخطيط الاستراتيجي وتخطيط وإدارة المشاريع والإدارة المالية والعلاقات والتسويق، وبرنامج خاص دراسة بحثية لتقييم الأداء المؤسسي للمنظمات. كل هذه البرامج تهدف إلى رفع القدرات وتعزيز القدرات المؤسسية لدى العاملين في المنظمات الخيرية. ويستهدف أيضا تدشين اليوم في أمانة العاصمة، وبإذن الله عز وجل بعد أسبوع مباشرة بإذن الله سيتم افتتاح البرامج التدريبية في محافظة مارب والجوف وصعدة وذمار، وتليها إن شاء الله بإذن الله حضرموت الوادي ثم ريمة بإذن الله. برغم كل أشكال الانتهاكات التي تمارسها السلطات البوليسية في مصر، فإن الزخم الثوري لم يتوقف بإصرار الثوار على إسقاط الانقلاب وعودة الشرعية. المزيد في سياق التقرير التالي. كل يوم يثبت المصريون أن إرادة الشعوب لا تكسر بأي من وسائل القمع، بل تزداد صلابة. أكثر من 9 أشهر إن مضت من إعلان السيسي للانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب، وخلال هذه المدة لم يتوقف المصريون من الخروج في المظاهرات مع الحفاظ على سلمية ثورتهم، برغم القتل المستمر من جانب سلطات العسكر والاعتقالات والتعذيب في السجون لكل مناوئ للانقلاب، وبمختلف أشكال الانتهاكات الموثقة لدى منظمات حقوق الإنسان والتي تمارسها السلطات البوليسية ضد الثوار بأبشع الصور. ليطرح سؤال عن المدى الزمني الذي تراهن عليه سلطات الانقلاب لإجهاض الثورة المستمرة بطول نفس الثوار.
وإصرارهم على إعادة المسار الديمقراطي الذي أفضت إليه ثورة 25 يناير، واستعادة كافة مكتسبات تلك الثورة التي يحاول رموز النظام المصري القديم النيل منها، وقد عادوا إلى مواقع صنع القرار منذ انقلاب يوليو. مشاهدين الكرام، قبل الختام نذكركم بأبرز ما جاء في الأخبار. الحوثيون يرفضون قراري تشكيل هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وآلية عملها. ميناء الحاويات بعدن يدشن الخط الملاحي الدولي الجديد. مشاهدين الكرام، نشكركم على حسن المتابعة، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.